حلو. اليوم يا جماعة عندنا فيديو فخيم. فخيم يعني لحوم. لحوم على كيف كيف. تعالوا يلا معانا يا جماعة على مطعم كريبس وفريبس وشوفوا ايش حنوريكم. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوكم شو أخبار طيبين؟ What's up guys؟ أوكي يا جماعة إحنا الآن متواجدين في مطعم كريبس وفريبس وعندهم أصناف كثير من اللحوم. تعرفون إحنا نحب اللحوم يعني ما يحتاج. أيوة طبعاً. واليوم نبغى نعيش جو الكاوبوي وجو التدخين بصفة عامة يا سلام. أنا اللي عجبني في هذا المطعم يا جماعة إنه عندهم أفكار كثير مختلفة. يعني مثلاً تخيلوا إنه هذه باستا على شكل الأصداف وفوقها بريسكت. عندكم هذا مثلا هذا اومليت مع بريسكت. تخيل لا كبدة. هو اومليت وهنا في كبده وهذه كبده خروف حر مدخنه. عندهم اشياء يعني متنوع الصراحه الموضوع. ونذكركم يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو تعطون اقوى لايك. حلو. هذا طبعا البرجر هذا اسمه تربل افرنجية عباره عن ثلاثة طبقات برجر. أول حاجة أميرة أنا حبدأ بالكبدة. معليش لا دقيقة. طيب أنا هناك شايف في كرز ومدري هذا السيجنيتشر حقهم كريبس وفريبس برجر. خش فيه يا أمير. طيب قطع. طيب كل واحد يخش في اللي عايزه. وأنا أشوف هذه الكبدة هنا. شوف هنا وديني أفتح. يلا أميرة أبغى أخش في هذا أول. والله صراحة شكله أوف. شوفوا هذا الكرز. هذا الكرز قاعد ينق. طيب بسم الله. أنا أول مرة أجرب برجر. أنا أول مرة وفي له كرز. أوكي يلا بسم الله. واو. والله طعم الدخان والحلاوة والكرز طعمه قوي والله. سبكت والله. أي والله طعمه قوي ده. والله قوي ترى. جيد والله رهيب. يعني مرة ما يستهان فيه. حلو. شوف يا جماعة فيديو اليوم الصراحة دلع. كله لحوم مدخنة أشياء لذيذة حنونة. نتيجة هنا تنبسط. بس عبد الرحمن فكرة الكرز مع الكومبينيشن ده أسطوري. ها أختار شيء. أنا تحب الكبدة ولا أول شيء تاكل كبدة؟ يعني أكل كبدة أيوة زي كلنا ناكل. تفضل حبيبي كبدة مدخنة. بس يعني ماني نفسي أكل كبدة الصراحة الآن يعني. بس طيب حلو. أنا الصراحة يا جماعة الكبدة جربتها هنا أكثر من مرة. شيء جامد ما يستهان فيه. تخيلوا كبدة طازجة. هذا ساندويتش كبدة صار له ليفل أب كثير مو شوية. أيوة تخيلوا مدخنة. هذه بريسكت بولز يا جماعة عبارة عن كور بريسكت ومقلية. هذه الأفكار الصراحة اللي مرة تعجبني. خش حبيبي غمس لي اللقمة.
ويديني هي يا اضبطك. انا كم ميرو عندي؟ كم ميرو عندك؟ واحد بس. واحد بالله. دقيقة يا عبدو. يا اخي انت شايف هنا هذه الباست اللي على شكل الصدف كنا شل ومعها بريسكت ومعها جبنة، فيعني لا تقول لي دقيقة. معلش والله ايوه صح كلام. خل جيب جيب الباست دي الصراحة. سمعت كلام كبير عليها. حارة دقيقة شكلها حارة حارة والله. يا ودي ده مرة طعم ما شاء الله تبارك الله. شباب اسمع، لو جيت المطعم لازم تجرب هذا الطلب. اوكي 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 يا حيفوتكم خلاص من الاخر. يا اخي اول ما جاء طلب قدامي سألت عنه، قلت ايش ده؟ باستا وبريسكت. جاء في بالي طعم، دوب الطعم ده دوب يدكتو يا ابوي. البريسكت اللي مع الجبنة كده مع الباستا، والله فكرة هذه اللي اخترعها يعني هذا راسك نبوس. انت اخترعتها وبعدين نبوس راسك وبعد التصوير ينفع. ايش تبغى نجرب الفرنجية؟ انا حخش بالاومليت. شوف دحين انت نقيت حاجة، تشوف دحين انا بعد ما امير خلاص انت اللي اخترت قبله. اومليت. اوه هذا معاه بريسكت. ايوه ياو. اي حاجه طعم جيب معاه بريسكت. كيف تطلع بريسكت؟ شوف ايش يطلع. يرسم الابتسامه في وجهك. يعني شوف الموضوع بسيط، بريسكت وبيض بس. الفكره صوص كده بسيط واشياء، والله شيء دلع، طعم متكامل. قبل ما يجي الشغل هذا خلينا نخش في البرجر. وصل فايمت. هذا البرجر اسمه تريبل افرنجية. تعرفوا شيف افرنجية؟ مخرج حط صورته. ايه انت قطعته هناك وقاعد لحالك. والله انت انا سويت مسافة عشان البريسكت ورا الله حبيبي. انت ما ادري ليه قطعته. خلاص حبيبي لا تزعل. تبغى تاكل برجر لحم، تغوص في اللحم هنا. ثلاثة طبقات. اوه الله. This is for me. معليش مجاهد، I'm sorry. وي ما شاء الله شوفوا كيف. شايفين يا جماعة الخط الأحمر؟ هذا الخط معناته انه اللحم هذا مدخن. تقريبا التدخين هنا اكثر من 15 ساعه ولا اقل؟ من 12 الى 15 ساعه اللحم هذا مطبوخ سلو كوك، يعني على درجه حراره واطيه ومده طويله، فاللحم يصير مره طري. شوفوا كيف حتى الالياف حقت اللحم تصير مره طريه، وشوفوا كيف هذه الدهون كلها صارت زي الجوس. روعه روعه الصراحه، متعه للسان والعين. والله كريبس وفريبس الصراحة شغلكم حامي، يعني ما شاء الله تبارك الله. اوه كده من اولها انت تحمس سكينه، وانت خدعنا بدي الحركة. سوى حبة واحد اثنين. خلاص اسمع شوف يلا دحين كت بليز. اي وانت تو سي فروم انسايد. مجاهد فيري جود. مجاهد والله ما شاء الله مجاهد. شوفوا يا جماعه المنظر، شوفوا يا جماعه بس ما شاء الله. شايف لوحه فنيه حبيبي والله. فانت ايش تسوي الان؟ هتسوي زي كذا بعد كده حيخش فيها عبد الرحمن طبعا. شايفين كيف يا جماعه؟ هو حار شويه بس استحمل لاجلكم كل شيء يهون. هتاخذ زي كذا يا قلبي. طيب حناخذ هذا الساندويتش. هذا حتحط زي كذا. معليش والله امير خلاص
خلاص هنا لما ينزل لما تنزل الاطلاع لازم تحترمها يا امير. والله عبد الرحمن قلب فري ستايل الحين خلاص. والله حبيبي تسوي كده بالعافية برو ما شاء الله تبارك جاهد جود جوب حبيبي. انزل مع عسل وباربيكيو صوص. البطاطس لها شعبية في السعودية كلها والوطن العربي كامل. هنا البطاطس بالبريسكت تقرب تطالع تتغزل فيها. اتغزلت اكل دحين؟ تاكل بعد. حب نعرفكم على اكسير الحياة. اكسير العنب، اكسير العنب الايطالي الفاخر. حبيب حبيب قلب وي والله طريقه صب تتوقع طعم عبد الرحمن؟ والله انا جربته الصراحه كيف مره لذيذ. والله هذا طبعا مشروب عصير عنب يعني وغازي مره طعمه لذيذ برضو لو جيتوا لازم تجربوا ما حتلاقوا الا هنا. انا حجرب البينز. طبعا البينز يا جماعه اللي هي الفاصوليا. اخر مره كانت فاصوليا امي سوتها على غدا. حلو تحب الفاصوليا البقوليات؟ ايه تحب الفاصوليا البقوليات تعجبك يا اخي. هنا اللي عجبني هنا في المطعم ده يجيب لك طلب شوف انت عادي بوف بريسكت الصحن ينفجع. لمان عندهم اشياء مره كثير. عندي فكره طيبه وهنا السلطه هذه مسكينه يتيمه ما حد لمسها. والله لمان انت مسوي دايت؟ اي انا دحين مسوي دايت. لا لا خليني اجربها. هذه سلطه بالكينو صحيح؟ وقرع مدخن؟ لا لا تستهينوا فيها قاعده في الزاويه تراها مدخنه. ابو دوك كيف يا قرع مدخن؟ ابو دوك طعم طيب. القرع طعمه حلو كده شويه مع الصوص اللي فيها والكينوا. هذا هو القرع؟ ممتاز ايوه هذا هو القرع. طعمه كانه بطاطا حلوه كده قريب من البطاطا الحلوه. والله سلطه مره طعمه جيده صح؟ ما هي سلطه عاديه. طبعا يا جماعه عندهم هنا في المطعم في كريبس وفريبس عندهم تشيز كيك وعندهم فوندو كيك. ما شاء الله ما الله يا اخي. بعد ما تاكلوا لحوم مدخنه وكذا شيء يعني فيه لوفاتيز وزي كذا تاخذوا حلا يا حبيبي يعني لازم يكون حلا يرضيكم من جد. بعد اللحوم المدخنه حلا يكون كذا طري خفيف بسيط كذا وبارد. والله من جد حيكيف راسك. ممتاز تشيز كيك. الفترة اللي فاتت كان كلها استوديو استوديو استوديو. والله اليوم الصراحة الله يعطيكم العافية كريبز فريبز يعني اتحتوا لنا الفرصة وجينا يعني غيرنا من الاستوديو حقيقة. كانت في اسباب كثير تمنعنا انه احنا نصور برة الاستوديو ولكن ان شاء الله دحين الوضع خلاص رجع طبيعي ونبدا نرجع طبيعيين. شباب هتنزل مطر لازم امشي بسرعة. المهم يا جماعة لازم الرعد ما شاء الله. يلا يا جماعة احنا الان لازم نختم الفيديو ونشوفكم ان شاء الله يا جماعه في الفيديو القادم. صراحه هذا الفيديو من احلى الفيديوهات لاني اكلت اشياء لذيذه فمره والله رهيبه. رابط المطعم تحت يا جماعه وعندهم شيء مره لذيذ. عندهم خروف مدخن هذا لازم حلقه الحال. خروف كامل مدخن انا منتظر يا حبيبي. انا دحين امنت خلاص. هذه حلقه الحاله خلاص. المهم نشوفكم يا جماعه في حلقه قادمه. كان معكم عبد الرحمن وامير من قناه ليفت تشي. سلام.